This show was created for you and your family to watch together. Welcome to Nat Geo Wild. منذ ملايين السنين والفهد الصياد أسرع حيوان على الأرض، يضع نصب عينيه الغزال كأفضل الفرائس، لكن للغزال ترسانة من الصفات تمكنه من الهروب. ولكي يفوز هذا الفهد الصياد عليه أن يعمل مهاراته الأخرى بالإضافة إلى سرعته. هذه أشرس معركة بأسلحة ميكانيكية حيوية يقيس فيها العلم من سيفوز في واحد من أشرس المواجهات، ونشهد عليها نحن في برنامج أنا وحش. الفهد الصياد والظبي خصمان متكافئان في المعركة بين مفترس وفريسة، لأن سرعة الفهد الخارقة التي قد تبلغ 120 كيلومترا في الساعة تقابلها في الطرف الآخر سرعات عالية جدا لدى بعض من أنواع الظباء كالغزال والإمبالا، إذ قد تصل إلى 95 كيلومترا في الساعة. لكن السرعة ليست وحدها هي التي مكنت هذه الفهد الأم من الفوز بوجبة كانت بأمس الحاجة إليها، بل تسارعها المفاجئ كالبرق الذي يجعل منها واحدة من أنجح الحيوانات المفترسة في أفريقيا، بحيث تقبض على 50% من الحيوانات التي تطاردها. تندفع وتنطلق كالبرق، وتنتقل من سرعة 0 إلى 95 كيلومترا في الساعة في أقل من 3 ثوان، وهذا تسارع أعلى من تسارع طائرة نفاثة. يكمن سر هذه الانطلاقة الخارقة في عمودها الفقري الذي هو مثالي. ينتشر 60% من عضلاتها فوق عظام ظهرها. يتقلص عمودها الفقري ثم يتمدد منتفضا بقوة هائلة، بحيث يضيف مترا إلى كل وثبة تقوم بها، فيمنحها طاقة لكي تجتاز حوالي 8 أمتار في القفزة الواحدة. تجتاز الأرض بسرعة 31 مترا في الثانية متوجهة مباشرة نحو الهدف. ما إن تنطلق بسرعتها التي لا تنافس حتى تقضي على الظبي. لكن مهمة هذه الفهدة لم تنجز بعد، فهي تستطيع الوصول إلى سرعة عالية ولا تسدد عضة قاتلة للفريسة في عمودها الفقري كما تفعل الأسود. تتمتع جمجمتها بديناميكية هوائية لا مكان فيها لأسنان قوية أو لعضلات فكين ضخمين. الطريقة الوحيدة التي تعتمدها الفهدة للقتل هي عض الحنجرة والضغط عليها حتى الخنق. تقوم بضغط حنجرة الظبي وتمسك بها بين أسنانها لحوالي 10 دقائق، وبينما تمنع الظبي من التزود بالأكسجين تتزود هي به من خلال التنفس عميقا عبر فتحات أنفها الكبيرة، وتحاول أن ترتاح بعد الجهد الهائل الذي بذلته عندما بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة. لكنها لا تستطيع أن تستريح أكثر. قد يكون وزن الفريسة مساويا لوزنها، لكن عليها أن تنقلها بسرعة من مسرح الجريمة. لا تستطيع أن تأكلها في العراء. عليها أن تحمل طعامها إلى مكان آمن قبل أن تنتبه للأمر حيوانات مفترسة أخرى. تقوم بسحب الجثة البالغ وزنها 30 كيلوغراما إلى تحت شجرة في الجوار. عليها أن تسير ببطء لبعض الوقت لكي تلتقط أنفاسها من جديد، وهي بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة حيثما استطاعت من ربع إلى نصف ساعة كي يعود خفقان قلبها إلى وضعه الطبيعي. إن الركض أسرع من أي حيوان بري على وجه الأرض يتطلب مجهودا ضخما. لقد أحرقت أكثر من 300 وحدة حرارية في مطاردة واحدة، أي ما يعادل عدوى إنسان لمدة 30 دقيقة دون توقف.
استغرقها ذلك 30 ثانية. معظم الفهود الصيادة تمضي نصف الساعة الذي يلي الصيد في الاستراحة والأكل، أما هذه الفهدة الصيادة الأم فهي لا تستطيع تحمل هذا الترف، عليها أخذ هذه الوجبة لصغارها الأربعة. لكن السهول الأفريقية تعج بالحيوانات الأخرى المفترسة الجائعة. ما إن دنت من صغارها حتى داهمها أسد، لكنها إن لم تنجح في إبعاده فستخسر وجبتها لهذا اليوم. أي إصابة قد تلحق بها تعني الموت بالنسبة إلى صغارها الجائعة، لذا فلا خيار أمامها سوى التخلي عن الفريسة. كل هذا الجهد وكل هذه الطاقة المهدورة ضاعا بلمح البصر. إن 50% من الفرائس التي تقتلها تسرقها حيوانات مفترسة تفوقها حجماً. الفهود الصيادة غير مصممة للقتال، وهي لا تستطيع خوض معركة. مثلت خسارة الظبي نكسة قوية للفهدة الصيادة، فهي تستهلك على الأقل 2500 وحدة حرارية في اليوم، وهذه الوجبة الأساسية التي تحتوي على 5000 وحدة حرارية تقريباً كانت ستكفيها يومين إضافيين. لقد بدأ مستوى الطاقة لديها بالانخفاض. إن بقاءها على قيد الحياة متوقف على كسبها وحدات حرارية أكثر مما تستهلك. عندما تصل إلى النقطة الصفر تدخل في مرحلة الخطر وتبدأ بإحراق وقود عضلاتها. عادت الآن إلى صغارها، لكن الفهدة الأم تعتمد على نفسها فقط في تربية الصغار، لذا سيكون عليها ترك الصغار من جديد والانطلاق في رحلة صيد جديدة. في البعيد ترى ما لا يستطيع البشر رؤيته بالعين المجردة. الأمر أشبه بنا نحن البشر عندما نمسك بمنظارين وننظر في الأفق البعيد، فإن ما يلفت انتباهنا ونحن نرى المناظر البعيدة هو ما يلفت انتباه الفهدة، إنه الحركة. لقد رأت فريسة محتملة، لكنها لا تتحرك بسرعة، لأنه إذا ما اندلعت معركة بين اثنين من أسرع الحيوانات في أفريقيا لا تمثل عندئذ السرعة وحدها الفرق بين الموت والحياة، بل أيضا البصر. هذه الفهدة الصيادة كمعظم الحيوانات المفترسة لديها عينان في مقدمة جمجمتها، مما يمنحها رؤية كأنها تستخدم المنظارين، ويمكنها من معرفة بعد الصورة وعمقها لكي تحسب بالتالي المسافة التي تبعدها عن الفريسة. إن أهمية البصر بالنسبة إلى الفهدة الصيادة تفوق أهميته بالنسبة إلى الظبي. الظباء وكمعظم الفرائس عيناها على جانبي جمجمتها، بينما يبلغ مجال الرؤية لدى الفهود الصيادة 200 درجة. تمنح عينا الظبي على جانبي رأسه مجال رؤية يصل إلى 270 درجة، وبحركة بسيطة من عنقه يستطيع مراقبة المجال المحيط به بنسبة 360 درجة. عيناه حساستان جدا في التقاط الحركة، بحيث يمكنه كشف أصغر حركة يقوم بها المفترس.
الآن وفي خط رؤية الظبي، الفهدة متجمدة، وهي تعرف أنها إن بقيت دون حراك فلن يراها الظبي. تختلط ألوان الفهود الصيادة مع بيئتها فتؤدي عملاً رائعاً. إن البقع التي تكسو جسمها تشبه إلى حد كبير الظل وتساعدها على التمويه، فيصبح من الصعب جداً على الحيوانات الأخرى أن تراها. ها هي تغرز قدميها في الأرض وتستعد للهجوم، كأنها عداء يستعد للانطلاق فوق حلبة السباق عند سماعه الإشارة. هذه المعركة الأبدية بين الموت والحياة، كانت السرعة دائما إلى جانب الفهود الصيادة، لكن هذا غير كاف وحده، فهي لا تملك القدرة على التحمل. وفي عملية الصيد هذه التي انطلقت بطريقة غير مدروسة، أقحمت الفهدة نفسها في مطاردة طويلة حيث بلغ جسمها الطاقة القصوى ووصل إلى الخط الأحمر. إنها تتنفس بمعدل 150 مرة في الدقيقة، 3 مرات أكثر من أسرع عداء بين البشر. يضخ قلبها الضخم أكثر من 16 لترا من الدم في الدقيقة الواحدة، فتتم الدورة الدموية في كل أوعيتها في أقل من 20 ثانية. وبمعدل كهذا يكون لديها أقل من نصف دقيقة قبل أن يصاب جسمها بالإرهاق الشديد. يدفع قلبها بالدم الساخن نحو دماغها وتكون حرارته 39 درجة. أما إذا ارتفعت حرارته درجة ونصف درجة أعلى من ذلك فسيتضرر. ما إن يصبح الجسم عرضة للحرارة المرتفعة وللإرهاق حتى يصبح الدماغ هو الأكثر عرضة للضرر، وعندما ترتفع حرارة الدماغ يصبح شفاؤه أمراً مستحيلاً. لكن الظبي أقل عرضة لمخاطر الحرارة المرتفعة لأن جسمه مزود بنظام تبريد داخلي. قبل أن يصل الدم إلى الدماغ يمر عبر شبكة من الأوعية الدموية التي يبردها الهواء الجاري سريعا عبر الفتحات الكبيرة داخل الأنف، وعلى غرار مبرد محرك السيارة فهذا النظام يحول دون سخونة السوائل الحيوية على نحو مفرط. حتى لو بلغت حرارة جسمه 42 درجة مئوية فدماغه محمي ويبقى مبردا رغم الضغط المرتفع. عندما تصل حرارة الفهدة الصيادة إلى 40 درجة يعلمها جسمها أن أمامها ثواني قليلة لكي تقرر إما أن تترك الظبي يرحل أو تموت وهي تطارده. إن بدأت مطاردتها في وقت مبكر تستهلك كل طاقتها بسرعة. لقد استهلكت كل طاقتها، لكن الصيد انتهى بكارثة. يجري الظبي بسرعة تقارب 95 كيلومترا في الساعة، لكن الظبي يحافظ على سرعته هذه وقتا طويلا جدا، وهو قادر على تحمل السرعة وقتا طويلا، بينما الفهود تعدو سريعا وقتا قصيرا جدا ثم تنخفض سرعتها. لم تفشل في الحصول على وجبة وحسب، بل خسرت مقدارا كبيرا من احتياطي طاقتها أيضا، وسيكون وضعها أسوأ في عمليات الصيد القليلة القادمة.
أولاً تبدأ بمطاردة ذكر وحيد وبسرعة تقترب منه، لكن ما يبدو هدفاً سهلاً يتحول فجأة إلى مطاردة صعبة. بدلاً من أن يركض، يبدأ الظبي بالقفز صعوداً ونزولاً. هذا تدبير دفاعي يدعى النطنطة في الهواء. إنها مناورة أخيرة لإخافة الفهدة من خلال استعراض القوة والقدرة على التحمل، والنتيجة جيدة. لقد استهلكت الفهدة الكثير من طاقتها خلال انطلاقتها الأولى، وهي لا تتحمل هدر المزيد من الطاقة في عملية صيد غير مضمونة النتائج. يزداد الأمر تحديا خلال صيدها القادم مع اقترابها مسافة 45 مترا من قطيع ظباء، لكن الظباء تنطلق كالبرق وتقفز مبتعدة كأنها تتحدى قانون الجاذبية. تقفز وتعلو 3 أمتار في الهواء داخل وخارج خط رؤية الفهدة، فتنحرف الصورة لدى الصيادة وتفقد الهدف. أخيرا تتخلى عن مطاردتها، لكن ليس دون استهلاك المزيد من احتياط الطاقة لديها. لقد كانت أياما صعبة بالنسبة إلى الفهدة الصيادة، هي وصغارها دون طعام، والوضع الآن يبدو يائسا. من الناحية الجسدية قد تصمد الفهود دون طعام 5 أو 6 أيام على غرار البشر قبل أن تنهار ويقضي عليها الجوع. تراقب بحذر على الدوام دنو أي مفترس آخر من صغارها، وفي الوقت عينه تبحث عن طريدة يمكنها أن تصطادها، وهذا يعني أن الوقت بدأ ينفد من أمامها. دائما يقظة، الأدرينالين في جسمها يجعلها في حالة تأهب وحذر دائم، كأنها في حالة حرب حيث لا مكان للراحة. عليها أن تجد الطعام وبسرعة. تقترب خلصة من القطيع كمن ينفذ عملية سرية، مستهدفة صغار الظباء العديدة، وهي الأبطأ بين القطيع والأقل حذرا. كلما اقتربت من الأهداف قبل بدء الهجوم ازداد احتمال نجاحها في الصيد، كما أن التخفي والتسلل يستهلكان من طاقتها أقل مما يستهلك العدو سريعا خلف الفريسة. عندما أصبحت على بعد بضع مئات من الأمتار عن القطيع اتخذت وضعية التسلل. فجأة بدأت الفهدة وهي أسرع المخلوقات البرية على وجه الأرض تتحرك ببطء شديد. تتربص بفريستها لحوالي ساعة من الوقت. أخيراً يشرد أحد الصغار ويبتعد عن القطيع. الصغير ضعيف جداً، لكنه لا يزال على بعد 90 متراً من خط هجومها. إذا هاجمته الآن فستكون مطاردة طويلة تستهلك خلالها الكثير من الطاقة وقد تفقد الفريسة. لكنها إذا تأخرت قليلاً فقد يعود الصغير ويلتحق بالقطيع، وستختفي الوجبة من أمامها. إنها مخاطرة عليها أن تخوضها. بعكس ما كان متوقعا، تمكنت الفهدة الصيادة من اصطياد ظبي. اصطادته بانطلاقة سريعة كالبرق. من 0 إلى 95 كيلومترا في 3 ثوان.
مع العدو بسرعة عالية كهذه يتشتت النظر وتنحرف الصورة، وفي هذه الحالة يصبح من المستحيل التركيز بدقة على الهدف واللحاق به. لكنها بفضل ميكانيكيتها البيولوجية تتمتع برباط مطاط يصل عنقها مباشرة بعمودها الفقري، مما يمنحها ثباتا في الصورة البصرية. وهذا يعني أن رأسها وعنقها حتى أثناء العدو السريع يبقيان ثابتين بالكامل، يجريان مباشرة إلى الأمام نحو الهدف كأنهما سهم مسدد إلى نقطة بعينها. وهذا ما يمكنها من التصويب بدقة فائقة نحو الفريسة ومن اصطيادها وبالتالي قتلها. بعدما تمكنت من قتل الظبي تبدأ بمضغ الجزء الخلفي من جسمه، حيث يوجد أكبر مقدار من اللحم، فالصغار لا تملك أسنانا قوية للقيام بهذه المهمة. ثم تأتي الأشبال وتبدأ بتناول الطعام. بعد انتهاء الصغار من الأكل لا يبقى لها سوى القليل لكي تأكل. لقد استجمعت مقدارا قليلا من الطاقة، لكن مخزونها يكاد أن يفرغ. وعلى الرغم من الإرهاق الذي أصابها إلا أن عليها معاودة الصيد من جديد. إن لم تصطاد فقد تموت من الجوع، وعندها سيموت الصغار أيضا. إنها حياة قاسية تعيشها أنثى الفهود الصيادة. أشبالها تعتمد عليها بالكامل، وهي تعرف الآن أن اصطياد ظبي صغير سيبقي الصغار على قيد الحياة، لكن الصغار في الوقت عينه لن تدعها تصمد طويلا. لقد رأت ظبيا كبيرا شاردا ووحيدا. تتسلل خلفه لأكثر من ساعة من الوقت لتصبح على بعد 45 مترا منه، وهي مسافة كافية لشن الهجوم، لكنه ضخم يزن 60 كيلوغراما. سوف يؤمن لها ولعائلتها ما يكفي من الطعام لفترة طويلة، لكن هل تملك ما تحتاج إليه لقتل الظبي؟ إنها قادرة على طرح خصمها العملاق أرضاً من خلال مهاجمة رجليه، لأنها وفي اللحظة التي يمد الظبي رجله فيها إلى الخلف تمد هي كفها وتطلق سلاحها الأقوى بسرعة البرق. إنها الزمعة، والزمعة هي مخلب لا يلمس الأرض أبداً، لذا تبقى حادة جدا كشفرة الحلاقة. تصيبه في وركه، يجري الظبي بسرعة 80 كيلومترا تقريبا محاولا الإفلات من قبضة الفهدة الصيادة، لكن الزمعة عالقة ومغروزة عميقا في جلده السميك بحيث لا يستطيع الإفلات منها. وبواسطة مخلب صغير بطول سنتيمترين ونصف تتمكن الفهدة الصيادة من طرح الظبي أرضا، فتسقط الفريسة البالغة زنتها 60 كيلوغراما بضربة واحدة قاتلة. تستطيع أن تطرح الظبي أرضا، لكن حجمه الضخم يحول دون تمكنها من إبقائه في هذه الوضعية. وما ظنت أنها ستقتله قد يقتلها.
إن زماعة الفهدة الصيادة قد مكنتها من طرح هذا الظبي العملاق أرضا، لكن براثنها الأخرى لا تمكنها من إبقائه في هذه الوضعية، فهي رقيقة لا تستطيع تمزيق جلده بواسطتها، وفكاها وأسنانها ليست قوية بما يكفي لعضه بقوة. الفهدة لا تملك الأسلحة الضرورية في معركة الميكانيكية الحيوية هذه، لذا ستقوم بخطوة يائسة أخيرة، سوف تسدد للظبي عضة قاتلة. أسلحة الظبي هي قرنان متوجهان نحو الأعلى، فعندما يسقط أرضا يكون على الفهدة الصيادة أن تتخذ وضعية تبقيها آمنة من القرنين وتتمكن في الوقت عينه من عض الظبي في عنقه، وإلا ستكون في خطر. لقد حالفها الحظ ولم تصب بضربة قرن من الظبي، لكنها تحرق الكثير من الوحدات الحرارية وتستهلك مقدارا هائلا من الطاقة، دافعة بنفسها نحو الحافة ومعرضة حياة عائلتها للخطر. توجهت عائدة نحو الشجرة حيث تركت صغارها بعدما التقطت أنفاسها. لكن الصغار اختفت. لا أثر لرائحة الأشبال، أملها الوحيد هو مناداتها. لكن إن عرف حيوان مفترس بوجود الصغار فستصبح عرضة للخطر. تعرف الصغار منذ طفولتها أن عليها أن تخاف الأسود وتخاف الضباع. تقتل هذه الوحوش المفترسة صغار الفهود الصيادة، لكن ليس من أجل طعمها، فهي غالبا ما تترك الصغير بعد قتله ولا تأكله. إنها تحاول بقتله إزاحة منافس من منطقتها. يعيش في الجوار الكثير من الوحوش المنافسة التي لا تعرف الرحمة، عليها أن تتعقب صغارها دون أن تكشف عنها. عندما تفترق عن أشبالها تبدأ بإصدار صوت يشبه زقزقة العصافير. الحيوانات المفترسة الضخمة معتادة على الزئير وعلى مختلف أصوات السنوريات، لذا فالفهدة الصيادة تصدر صوتا يشبه زقزقة العصافير. وفجأة يبدو الضبع غير مبال، لأن الأمر يقتصر على عصفور. لقد قامت بما عليها القيام به، لكن كيف تمكنت من إبعاد ضبع يفوقها حجما وقوة وقدرة على القتال؟ لقد ساعدها في ذلك الخطان الطويلان الأسودان اللذان يمتدان تحت عينيها. الفهود الصيادة هي السنوريات الوحيدة التي تتمتع بخطين أسودين يمتدان من زاويتي عينيها نزولا حتى طرفي فمها، وهذان الخطان يضفيان على وجهها تعبيرا غاضبا،
لقد كان سكان أمريكا الأصليون يضعون في الحروب طلاء لكي يظهروا أمام العدو أكثر إخافة، فإذا زمجرت الفهدة قد تنجو بنفسها. أصبحت الأشبال الآن آمنة، أما الحيوانات المفترسة كالضباع والأسود والفهود فهي تمثل خطراً حقيقياً على الصغار كل مرة تترك فيها وحدها. حوالي 10% من صغار الفهود الصيادة تنجو وتعيش لتبلغ السنة الأولى من عمرها التي هي الأصعب، لأن كل الحيوانات المفترسة تسعى وراءها وتبحث عنها لكي تقتلها متى وجدتها بعيدة عن أمها. لذا فعلى هذه الأم أن تتخذ خياراً مستحيلاً، هل تترك الأشبال وتذهب لتصطاد وتطعمها؟ أم تبقى قريبة منها لتحميها من خطر دائم؟ لقد قررت الآن أن صغارها بحاجة إلى الطعام أكثر مما هي بحاجة إلى الحماية. خلال الأسبوع الفائت ناضلت هذه الفهدة الأم لكي تلبي المتطلبات المتزايدة لصغارها الأربعة التي تنمو يوما بعد يوم، مستهلكة مقدارا كبيرا من الطاقة يفوق ما تكسبه. لقد انخفض احتياطي الوحدات الحرارية لديها ووصل إلى ما دون الصفر، باتت الآن تستهلك دهونها وحتى عضلاتها لكي تبقى على قيد الحياة. إن لم تنجح في الصيد في المرة القادمة فستكون هذه آخر مرة تصطاد فيها. لقد عدلت خطتها، فبدلا من أن تصطاد مع الفجر أو عند الغسق حيث تشتد المنافسة، قررت أن تصطاد في منتصف النهار حيث تتوقف مطاردة الفرائس. تكون الشمس في هذا الوقت في ذروة إشراقها، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة إلى معظم الحيوانات المفترسة في أفريقيا، لكن الفهدة الصيادة مجهزة لتحمل وهج الشمس. إن الخطين الأسودين اللذين ساعداها على التخلص هي وصغارها من الضبع سيحسنان رؤيتها تحت شمس أفريقيا الساطعة والحارقة. عندما يمارس الرياضيون في وضح النهار لعبة كرة القدم أو لعبة البيسبول، يضعون مادة دهنية سوداء تحت العينين للتخفيف من حدة نور الشمس المتوهجة، وهكذا تفعل الفهود الصيادة عندما تصطاد لكي تخفف من تأثير النور الساطع على رؤيتها. تتسلل نحو قطيع من الظباء وقد تجهزت لتحمل الشمس الساطعة، لكنها لا تتحرك من خلف القطيع. تسلك طريقا أطول وتتموضع إلى جانب الظباء، لكن لماذا تجازف بالانتقال إلى مجال نظر الحيوانات؟ لكي تتجنب الريح. إن حاسة الشم لدى الظباء هي حقا مذهلة. مع مرور الوقت تتعلم الفهود أن رائحتها تنبئ بوجودها، لذا فهي تبدأ بتعلم كيفية الاقتراب من الحيوان باتجاه معاكس لاتجاه الريح. ينصب تركيزها الآن على ظبيين شردا عن القطيع. تتسلل إلى أقرب مسافة ممكنة آملة ألا تستهلك الطاقة القليلة المتبقية لديها في مطاردة طويلة. الظبيان يفترقان وعليها أن تتخذ قرارها في ثوان. هذا يبعد عنها أكثر من 35 مترا، الآخر أقرب إليها، لكن دماغها أدرك على الفور أن هناك 4 حواجز محيطة به، وكل حاجز يمثل للفريسة فرصة لكي تهرب، بينما تحتاج الفهدة الصيادة إلى 4 قفزات كي تصل إلى السرعة القصوى. يتطلب كل واحد من هذه الحواجز 2 أو 3 قفزات، وإن لم تبلغ سرعتها القصوى في الوقت المحدد فستضيع فرصة القبض على الفريسة.
قد يكون هذا الظبي أبعد من الآخر وأكبر حق. عشر ثوان مضت على انطلاق المطاردة، 15 مترا تفصل الفهدة الصيادة عن الظبي. إن بقيت في هذه الوضعية فستتمكن من القبض على الظبي في 22 من الثانية. لكن فجأة بدأ الظبي يقفز على نحو متعرج. إن كل انعطاف شديد يؤديه الظبي يرغم الفهدة على تعديل مسارها، مما يزيد مدة المطاردة ثانيتين. وعشرة من هذه الانعطافات القاسية تدفع بالفهدة نحو الحد الأقصى لقدرتها على التحمل. قد لا يبلغ الظبي سرعة الفهدة الصيادة، لكن المرونة وسيلة ينقذ بها حياته. تمكنت الأم أخيرا من قتل الظبي الذي سيوفر طعامها هي والعائلة بعدما كادت تموت من الجوع. لديها الآن الكثير من الطعام لكي تشحن جسمها بالطاقة وتشبع أشبالها. لكن كيف تمكنت من مقاربة سرعة ومرونة الظبي؟ لكي يبقى جسمها متوازنا بدقة خلال المطاردة بهذه السرعة العالية، تعتمد الفهدة الصيادة على جزئين أساسيين. أولا المخالب. على عكس السنوريات الأخرى، فإن مخالب الفهدة الصيادة لا تنكمش بالكامل إلى داخل كفها، فهي أشبه بالأسنان المثبتة فوق مسار العدائين، مما يمنحها الثبات الدائم والقدرة الأعلى بين كل سنوريات أفريقيا على التشبث أثناء الانعطاف بسرعات عالية. وهكذا فعندما تعدو بسرعتها القصوى تستدير بلمح البصر. لكن ما لا يقل أهمية عن المخالب في تأمين المرونة هو الذيل البالغ طوله 76 سنتيمترا. إن ذيل الفهدة الصيادة طويل جدا ومليء بالعضلات، وخلال الركض بالسرعة القصوى تستخدم الذيل كما تستخدم الدفة في قيادة السفينة. عندما تنعطف ترمي بذيلها إلى جهة، ثم تستدير نحو الجهة الأخرى وتعود وترمي به نحو الجهة الثانية لتنعطف في الاتجاه الآخر. لقد وفرت لها المخالب والذيل المرونة والتوازن الضروريين لمطاردة الظبي القفزة بعد القفزة. وبوثبة أطول من الظبي تمكنت من الإمساك به وطرحه أرضا. لقد كانت عملية صيد مثالية نفذت بواسطة تركيبة مثالية من مجموعة مهارات الصيد. مطاردة سرية للضحية المطمئنة، تسارع بنسبة عالية جدا، قرار في جزء من الثانية، اندفاع بسرعة فائقة، وضربة ممتازة محكمة من زماعتها في الوقت المناسب. كل هذه العوامل مكنتها من قتل الفريسة الأهم في حياتها. لقد أنهكها التعب، تحاول أن ترتاح بعد المعركة. لكن هنا في السهول المكشوفة قد تتحول هي بدورها إلى ضحية. هل ترتاح وتجازف بخسارة طريدتها أمام مفترس منافس جائع؟ أم تستجمع قواها لسحب جيفة تزن 45 كيلوغراما إلى صغارها قبل أن يأخذها منها مفترس آخر؟ عليها أولا أن تبطئ خفقان قلبها وتخفض معدل تنفسها،
ثم عليها أن تفكر إذا كانت قادرة على سحب الظبي إلى صغارها أم لا. لكن على الرغم من وجود هذه الفريسة بين أسنانها، إلا أنها خاضت فقط نصف المعركة. ما زال عليها جر الجيفة الثقيلة الوزن ونقلها إلى أشبالها، وكل هذا دون أن تلفت انتباه الحيوانات المفترسة الأخرى. عادت إلى الصغار متخفية، إنها متعبة منهكة، تستطيع بالكاد أن تأكل اللحم الذي سيزودها بالوحدات الحرارية التي تحتاج إليها، لكنها لا تستطيع التوقف عن الحراسة والمراقبة. حيوانات انتهازية أخرى تجوب المنطقة. أكثر من 40 نسراً يبدأ بتحدي الفهد ليأخذ منها الفريسة. إن دار اشتباك بين الفهدة الصيادة وطير ضخم كالنسر وتعرضت خلاله لإصابة، فستصبح بحكم الميتة، لأنها لن تتمكن بعد ذلك من العدو بسرعة 120 كيلومترا في الساعة. تحاول أن تخدع النسور، لكنها لا تزال متعبة بسبب المعركة. تحاول إخافة النسور دون أن تتمكن من طردها، والنسور تشعر بذلك. هذه هي سنة الطبيعة في تحديد لعبة المفترس والفريسة. الفهود الصيادة هي أسرع الحيوانات البرية على وجه الأرض، واحدة من أفضل الوحوش الصيادة في أفريقيا، لكن هذه الميزة ترافقها تضحية وراثية قاسية. تتمتع الفهود الصيادة بميزات تجعلها قوية في الصيد، لكن الخصائص التي تمنح هذه السنوريات المزيد من السرعة تأتي مقابل ثمن، فلا مجال لأنصاف الحلول. رأسها الصغير والنحيل وفمها القصير يمنحانها ديناميكية هوائية للسرعة القصوى، لكنهما في الوقت عينه يحملان فكين ضعيفين وأسنانا قصيرة. مخالبها التي لا تنكمش بالكامل إلى داخل كفيها تعطيها قدرة هائلة على التشبث والمرونة، لكنها ليست أسلحة قاتلة. هيكلها العظمي الخفيف الوزن يمنحها سرعة عالية كالبرق ومرونة هائلة، لكن العظام الصغيرة الحجم تعني وزنا خفيفا، وغالبا ما تتفوق عليها الحيوانات المفترسة الأخرى لجهة الوزن، حتى إن بعض الفرائس أيضا تفوقها وزنا. هذه الفهدة ومعها أشبالها لم تتمكن من إنهاء الوجبة، لكنها أكلت ما يكفي لتمضية يوم آخر، وهذا جزء من صراعها الدائم من أجل البقاء. إن الحيوانات الأخرى من آكلات اللحوم كالأسود والضباع قد تمكنت من زيادة أعدادها، بحيث تفوقت على الفهود الصيادة. وخلال السنوات المئة الماضية خسرنا حوالي 90% من الفهود الصيادة المتبقية في عالمنا. أما فيما يتعلق بهذه الفهدة، فكل ما تستطيع القيام به هو توفير الطعام لأشبالها وحمايتها من الخطر وتعليمها استراتيجيات الصيد، آملة أن تتمكن من النجاة في المستقبل والبقاء على قيد الحياة. بالنسبة إليها ولحسن الحظ، باتت الأشبال تملك السلاح القاتل الأقوى الذي يمكنها الحصول عليه. إنه هبة وراثية أعطيت لها منذ ولادتها، السرعة الصافية والنقية.